ابن جيراننا توفى من البرد وشب، فكيف ما بدك يعني خاف على اولادي صغار ما يموتوا من البرد؟ ضغوط مقابل تنازلات. معادلة بدأت إيران بإرسائها مع حلفائها السوريين في دمشق. صحيفة الشرق الأوسط تكشف عن مماطلة إيرانية بتأمين النفط للنظام. ثلاث ناقلات نفط ومشتقاته كانت إيران قد وعدت الأسد قبل 3 سنوات بتأمينها في خرق للعقوبات، لكن الوعد لم يكتمل وافتعلت أزمة ضاعفت من أزمات السوريين إثر ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود، محدثاً شللاً شبه تام بالخدمات وارتفاع غير مسبوق بأسعار المحروقات. بتنامي بتفيقي بتشوفي الأسعار عم تطير. في يوليو الماضي تكرر طلب دمشق عبر وزير خارجيتها، وتكررت أيضاً المماطلة الإيرانية. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن حيرة سوريا حول أسباب التأخر على عكس ما جرت العادة خلال العقد الماضي بقيت مستمرة، إلى أن حدث الرهان على زيارة رئيسي إلى دمشق التي حدد موعدها مبدئياً. وخلال الإعداد للزيارة فوجئت دمشق بسلسلة من الطلبات ومسودات الاتفاقات وبدا الأخطر. حيث تضغط طهران بأن تتم معاملة الإيرانيين في أغلب مؤسسات الدولة كمعاملة السوريين. وفي حال ارتكب إيرانيون جريمة فإنهم يحاكمون أمام القضاء الإيراني وليس أمام القضاء السوري. كما تضغط طهران لانتزاع ضمانات سيادية على الأموال التي أنفقتها. دمشق فوجئت بعمق المطالب وطهران فوجئت بالتريث السوري. لكن دبلوماسياً غربياً لفت الصحيفة إلى أن إيران تمارس ابتزازاً لفرض هيمنتها كاملة على سوريا، حتى لو كان على حساب السوري الذي يموت من البرد أو المتضور جوعاً. حنان المصري، العربية.